أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المراد بالكفر في قول المصنف رحمه الله والمراء فيه كفر؟ المراء يعني المجادلة في القرآن، هل هو منزل ولا مخلوق؟ هذا المماراة فيه، نعم، الجدال في حقيقة القرآن، هل هو منزل ولا مخلوق؟ هل هو كلام الله أو غير كلام الله؟ نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.